سام، هذا هو، هذا هو. لك منو هذا؟ لك الحرامي اللي سرق لي السنسال. لك هو بذاته، روح امسكه قبل ما يهرب. لك اطلعي بوشه، اكيد هو. لك هو بذاته، هو بذاته، امسكه قبل ما يشمع الخيط ويفركها. نزل ايدك خير، شوفي تريك تريك. طلعي بوشه منيح، اكيد هو، اكيد هو اللي سرق السنسال. لك طبعا اكيد هو. اخص عليك يا لص يا حرامي. طولي بالك يا اختي، اكيد انتو غلطانين. شو سنسال ما سنسال؟ شو سنسال وما سنسال؟ وعامل حالك ما بتعرف؟ ما عم تعمل حالك نسيان يا نص الشوارع. طولي بالك يا اختي، طولي بالك. شو لص شو مص؟ انا بعمري ما شفتك ولا بعرفك، بقى عن انه سنسال عم تحكي انت؟ الك هان الحبيدك ما تعرف انه سنسال منهم، لانه مبين عليك مالك تارك سنسال برقبه حرمه يعتب عليك. ولك العمى ضربك، العمى ضربك. شو قليل وجدان؟ يعني معقوله واحد بسنك يعترض النسوان بالشوارع؟ ولك طول بالك يا حبيبي، طول بالك. انا مالي حرامي، بقى لا تضوج علي مشان الله، لا تضوج. صدقني بعمري ما قابلت هالحرمه ولا شفتها انا. طبعا ما شفتها، لانه كنت شايف السنسال اللي برقبتها. لا حول ولا قوه الا بالله على العلا. بقى طلع السنسال من جيبتك بالذين آمنوا، أحسن ما أمسح فيك الأرض وكسر لك الراس اللي ناتعه. يلا شو لحتى تزفر إيديك فيه وتحسفوا على حالك زلمة؟ سلموا للشرطة وهنن بيعرفوا كيف يخلوه يعترف. ولك يا أختي صدقيني مشان الله، أنا ما سرقت لكم شي، أنا زلمة بحالي مالي بهالشغلات هاي. ببوس إيدكم، لا تشرشحوني بالمخافر. خايف من الشرشحة يا شرشوح؟ شوفوا يا حرامي، إذا بدك ما نسلمك للشرطة، بتسلمنا السنسال بالتي هي أحسن ونحن مستعدين نسامحك. أملت بالله على النهار. لك يا أخي بشو بدي أحلف لك أني ما بعرف شي عن السنسال اللي عم تحكوا عنه؟ وبعدين أنا بعمري ما مديت إيدي على الحرام. أما هي سمعة، مو ناقصك يا شريف على آخر أيامك إلا تطلع حرامي. لا واسمك شريف كمان، والله اللي سماك عرف يسمي. يعني ما راح ترجع لنا سنسال ما هيك؟ ولك أنو سنسال هاد؟ لا جننوني يا أخي. قول أخ. ولك ليش هيك عم تضرب؟ ليش هيك عم تضرب؟ يا ناس يا عالم تعوا خلصوني منه. طول بالك يا أخي، ليش هيك عم تضربه؟ شو الدنيا فلتانة؟ لا تتدخل بالموضوع من معروف، اتركني أعرف شغلي معه وتيسر بطريقك. شو عمل لك حتى نازل فيه ضرب؟ شو عمل؟ بعيد عنك حرامي، امبارح وانا مارقه من هون قطعلي السنسال من رقبتي وسرق وهرب. ولك يا اختي والله ويلي اسمه الله ما سرقت لك شيء ولا بعمري شفتك انا. بعدين واحد مثلي خرج يسرق سنسال من رقبه حرمه ويهرب؟ ايه انا عليم الله ما فيني اركض خطوتين من الربو يلي بصدري يا اختي. ولك حاجتك كذب، حاجه كذب. امبارح خطفت لي سنسال من رقبتي وركضت مثل الغزال ورجليك بالهوا تخلي. يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم عليك. زلمه ما عندك جنس الضمير ولا بتخاف من الله. لا حول ولا قوه الا بالله. انه منين اجت يا المصيبه هي ما بعرف، انه شو عامل ربي انا حتى يوقعني هيك وقعه؟ والله العظيم ما بعرف. والله مبين عليك زلمه درويش وما خرجك تدخل هيك دخلات. عفي شو القصه؟ لشو تورطوا يا جماعة؟ أنا راح أحكي معه كلمتين على انفراد وبإذن الله بإذن الله ما بكوني غير راضيانين. ماشي الحال، بس انتبه عليه ليقوم يهرب منك، لأنه هذا الزلمة مبين عليه جئر وما له قليل عند ربه. خلاص عندي عندي ولا يهمي. أخي أنا من رأيي ترد له السنسال بكل هدوء وبلا ضجة، تنفض بريشك قبل ما تجي الشرطة وتفوت المشاكل لها أول ما لآخر. بعدين أنت ذكي وما بحاجة للمشاكل يعني. لك اللهم أجيبك يا طولة البال. ولك يا أخي ما سرعت إلا شيل هالمخلوقة، بعمري ما شفتها. شو بك أنت الثاني؟ وفوق هالشي أنا مستعد أحلف لكم على المصحف الشريف بإني بريء وما عندي خبر بكل القصة. منيح هيك؟ يا حبيبي قالوا للحرامي حليف، قال إجاني الفرج. بالإذن منك أخي، أنت عملت اللي عليك ويعطيك العافية، بس أنا قررت سلمه للشرطة. مبين عليه ما راح يعترف إلا إذا أكل لكم عصاية مرتبين بالمخفر. يا أخي طول بالك عليه، أنت زلمي قلبك من الله، ما في داعي للشرطة هلا. حبيبي المثل بيقول لك اسأل مجرب لا تسأل حكيم. أنا بصراحة قلبي عليك وصاحبنا مبين عليه لا بينحلب ولا بينجلب، بقى اسمع مني وحل المشكلة معه ونفوت بريشك قبل ما تدق الشرطة فيك، وقتها رح تتعقد الأمور ورح تنهال لولد ولدك. طيب يعني شو بتريدني أعمل؟ لك فهمني شو بدي أعمل؟ لك بسيطة، رجع لهم السلسال، إذا كنت متصرف فيه أعطيهم حقه. حقه؟
لك ايه حقه؟ مو احسن لك من البهدله بالمخافر والحبوس؟ بس انا ما سرقت شيء، ليش لا اعطيهم حقه؟ ولك حاجه تجدب علي بقى، خلصني اعطيهم استرسال وادفع لهم حقه، ولا مين شاف ولا مدري، هذا احسن حل. ايه خلصونا بقى، شو صار معكم؟ مطولين؟ حلمك علي شوي استاذ، ما بتكون غير مبسوط باذن الله، تحلحلت المساله. ايه انا ما رح اكون مبسوطه الا اذا شفته عم ياكل كم عصايه بالمخفر. اخي انت عملت اللي عليك وزياده، بقى خليني سلمه للشرطه بيكون احسن. طلعت ايدها المساله. ببوس ايدك يا استاذ، طول بالك علي شوي. صدقني انا ما سرقت لكم شيء، والله ما سرقت شيء، صبرا جميل وبالله المستعان. لك يا اختي مشان الله اطلعي فيني منيح، بكي انت مشبهتيني لواحد تاني. بتصير يا اختي، يعني بتصير كثير. ايه شو شايفني مجدوبه ولا على البركه لحتى ما اعرف شو عم بعمل؟ خير يا اختي شوفي، مسكنا حرامي بعيد عني. قولي حرامي؟ ايه شو سرق؟ سرق لي السلسال الذهب. كيف سرقه؟ امبارح كنت عم بتمشى هون بجنينه وكانت تقريبا فاضي، ما لقيت لك الا واحد هجم علي وخطف السلسال من رقبتي وهرب. يا لطيف، اي بعد لحم ما تسلق بدنه سلق دخلك وما حدا قدر يمسكه؟ شلون بدهم يمسكوه؟ اختفى مثل الجني، فص ملح وداب. ولك يا اختي ايمتى انا دبت؟ صدقوني يا جماعه انا امبارح ما طلعت منوب من البيت، قاعد ببيتي ما طلعت ولا ما طلعت. ولك حاجتك كذب ولوفكي. لك شو بدي اقول؟ يحرق قلبك مثل ما حرقت قلبي على هالسنسال، حطيت كل راتبي مشان اشتري. نعم؟ انو راتب هاد؟ شو نسيتي انه انا اللي اشتريت لك اياه؟ هلا مو وقت هالحكي، شو صار لك انت الثاني؟ لو سمحت اخي لو سمحت. امري. الله يخليكم، خليكم ماسكينه لهذا الحرامي لبين ما نادي لاختي بهيجة، لأنه أكيد هذا هو اللي سرق لها الشنطة من كم يوم. شو هالحكي؟ حرامي شناتي كمان؟ شو الحكي يا أختي؟ لك مشان الله زيني كلامك، لا تقطعي وتنحشي على كيفك، يعني ناقصني تهمة تانية أنا الشنطة قال. خلاص ولو حاجة تتمسكن، أحسن ما دب الصوت وجمع عليك كل هالناس وافضحك. هلا قال لي قديش في جيبتك مصاري؟ لك اخي 100 ليرة بس. بس خرب بيت قلبك، رح عاد تصرفهم. لك كلهم 3000 ليرة، شو بدهم يعملوا معي يعني؟ اكيد ضحكوا عليك واشتروهم منك بالرخص. ليش عن شو عم تحكي انت؟ عن السنسال، يعني عن شو عم بحكي؟ ولك يا اخي انا عم بحكي عن الراتب. عن الراتب؟ انت زلمة ما انك فايدة، انا حاولت ساعدك كثير بس الظاهر انه راسك يابس. يا جماعة انا شلت ايدي من الموضوع بالمرة، اعملوا فيه اللي بدكم اياه. تفضل معي لشوف. تفضل. لحظة حبيبي لحظة. شو لحظة؟ الله يخليك، صدقني أنا ما سرقت السلسال، وإذا أنت بدك تبهدلني بالمخافير والله مستعد أدفع حق السلسال والله. ماشي الحال، مع إنه السلسال عزيز علي كتير بس مو مشكلة، هات حقه لشوف. والله هلأ ما معي، اصبروا علي لآخر شهر وأنا بأملكن حقه من عيني هي قبل هي إذا بتريدوا. إيه وشنتايت أختي بهيجة؟ ها هي إجي الشرطة. يعطيك العافية. خير شوفي شو القصة؟ مسكنا حرامي سيدي، فضلوا استلموه إذا بتريدوا. شو سرق؟ سرقني سلسالي الذهب. وإمتى تمت السرقة وكيف تمت؟ امبارح سيدي. إذا بتريد بيعنا سكوتك يا أخ، أنا عم بسألها إلها. هذا سيدي. تفضل يا خانم. هذا يا سيدي، امبارح مثل هالوقت كنت مارقة من هون وما لاقي لك إلا هالمنظوم هجم علي وندف السنسال من رقبتي وهرب مثل البرق. وأنا كمان عندي إفادة يا أخ. هاتي لشوف. سمعيني يا مدام. هذا يا سيدي من حوالي شي أسبوع سرق هذا الحرامي اللي ماسكينه شنتاية أختي بهيجة وهرب فيها بنفس الطريقة اللي هرب بالسنسال. هيك لكان. على كل نروح يقولي لأختك بهيجة تروح على المخفر وتشتكي. مين ضربه هيك؟ أنا ضربته سيدي. ايه طلع لي خلقي ما كان يعترف. مين سمح لك تضربه انت؟ هي شغلتنا يا سيد. انا بعتذر سيدي بس اضطريت اضربه لانه حاول يهرب وكان بده يضربني فوق منا. ولك يا جماعة انا لا ضربت ولا هربت، انا من وين؟ انت خراس. ولك لسان يحكي كمان؟ ايه شوف شو اسمك؟ شريف سيدي، شريف سلامي. اهلا، هذا انت؟ صرنا اسبوعين ثلاثه عم ندور عليك يا مجرم. عم تدوروا علي ليش؟ خير سيدي شوفي شو عملت انا حتى عم تدوروا علي انتو؟ يا مسكين ما لك خبر بشي. خير سيدي خير، شو عامل كمان؟
قبل ما تعرف شو عامل هني مرتك على سلامتها. وانت يا مدام من المؤكد ان كتب لك عمر جديد، لازم تذبحي لك شي خاروب بهالمناسبة. ليش؟ ليش؟ لانه هذا اللي واقف قدامكم مجرم خطير وقتال قتله. ولي وقتال قتله كمان؟ يبعت لك عقربة ترزق من بين عيونك يا حق. والله نبدت بريشة اختي بهيجة. يا اخ اذا سمحت حط الكلبشات بايديه قبل ما يهرب. وين بده يهرب ونحن موجودين هون؟ لا. حط الكلبشات بدنا نشوف. لا ليش؟ قال شريف سلامي، قال انت مالك علاقة لا بالشرف لا بالسلامة. رجاء 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 الله يخلي لياك. اسمعني شوي، اكيد حضرتك فهمان غلط، يمكن في واحد غيري اسمه مثل اسمي، لانه انا لا سرقت ولا قتلت، انا زلمة بالنهاية بسيطة كثير درويش، انا بمشي الحيط الحيط وبقول يا رب صاصخ لا رقبتك خلع. انا بفهم غلط ولا انت اللي بتفهم غلط؟ نعم نعم حاضر حاضر. سيدي انا برايي تاخده على المغفر هلا قبل ما يهرب ويرتكب له شي جريمة تانية، هيك رايي انا. شفت انه يا باسط الراس ما بتفيدك، لو سمعت نصيحتي من الاول ما كنت وصلت رقبتك لحبل المشنقه. اه حبل المشنقه؟ ايه لكن شو حبل الغسيل؟ حوينتك يا شريف، هي نهايتك. لك يا جماعه اقسم بالله العظيم انا مظلوم، والله العظيم انا مظلوم، ما لي علاقه بكل شيء قلتوه يا جماعه. حضرتك مين بتكون يا اخ؟ انا فاعل خير سيدي. فاعل خير شو يعني؟ ما فهمت. يعني حاولت حل المشكلة قبل ما توصل حضرتك بس ما مشي الحال. هوينا لشوف، هوينا، بدي أعرف شو شغلي. أمرك سيدي. وين صارت السرقة بالضبط؟ هون سيدي. تعال شوف، مثل الجريمة قدامي يا حرام. شو قصدك سيدي؟ والله ما فهمت كيف يعني. يعني عمل مثل ما عملت لما سرقت السنسال، عم تفهم علي ولا أنا عم بحكي سنسكريتي؟ طيب سيدي حاضر فهمت فهمت. طالما فهمت تفضل فرجيني لشوف. يلا بعد إذنك سيدي وبلا منقود، يعني شلون بده يمثل السرقة والكلبشة بإيده؟ أي صحيح معك حق، فكلوا الكبشات يا ابني. يلا بركي هرب سيدي. يهرب؟ إمالك علي يمين، إذا هرب لفضي هالفرد براسه. قل هو الله أحد. على كل حال أنت روحي وقفي هنيك، لما قال لك بتمشي تمشي. حاضر سيدي. وانت سيدي واقف هنيك، لما قال لك تمشي بتمشي، فهمت؟ حاضر. وهلا بس قلكم تمشوا بتمشوا، وانت لما بتوصل لعندها بتمشي شوي شوي، بتخطف السنسال من رقبتها وبتحاول تهرب، يعني بتعمل مثل ما عملت بالضبط، فهمت؟ حاضر سيدي. امشوا. سيدي بس ما في سلسال ذهب برقبتها. ولو كان، خد السلسال الموجود برقبتها، خلصنا. ايه طبعا ما بده يضيع الوقت على الفاضي سيدي، بده سلسال حقيقي وذهب كمان. انت اسكتي وخليني اعرف اشتغل. حاضر سيدي. يلا نشوف كل واحد لمحله. امشوا. أخ منك يا لص يا كذاب، عامل حالك ما بتقدر تركض مو هيك؟ لا تصدقوا سيدي لا تصدقوا، امبارح لما خطف مني السنسال عن حقه حقيقي ركض مثل الغزال. صدقني يا سيدي أنا الرجال معي ربو، لا بقدر أركض ولا بقدر أسرق. لك شو خرج تعمل ها؟ خرج تغني يعني؟ يا ريت يا حضرة الشرطي تخليه غني له شي موال على روحه قبل ما تطلع. أنت اسكت وخليك على جنب. أمرك سيدي. اللي نشوف. نعم. صوتك حلو؟ اه عم بسألك شو طلبك طراش؟ ما سمعت؟ عم بسألك صوتك حلو ولا ما حلو؟ ليش سيدي ليش؟ حدد إجابتك، حلو ولا ما حلو؟ مثل ما بدك سيدي، مثل ما بدك الله يخلينا اياك. قلت لك حدد إجابتك. حلو حلو سيدي حلو والله حلو. عظيم، طالما هيك سمعنا شي موال لشوف. والسلسال وشنطة اختي بهيجة؟ إذا سمحت ولا كلمة ولا نفس، تكوني عارف اشتغل ولا بلوكن. ها هات اشوف. نعم سمعنا. حاضر سيدي حاضر. التوبة ما بقى عيدا،
لوعني كثير الغرام، كلن قالوا من ايده الله يساعدها حرام. توبي 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 ما بقى عيده. باسمي وباسم كل زملائي منرحب فيك ببرنامج الكاميرا الخفية. هه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 ه